كفي يا استاذ، من يوم ما حماس مسكت السلطه ما سمعناش عن عمليه استشهاديه. بس هاي اسمها استراحة مقاتل يا ولد. ومقاتل حماس لازم يرتاح، ومقاتل فتح مش لازم يرتاح يا استاذ. لا، كل مقاتل من حقه انه يرتاح. طب ليش لما فتحت بطل قام تقول عنها امل وجبنه، ولما حماس بطل قام تقول عنها استراحة مقاتل؟ والله يا استاذي انا بفهمش امور المقاومه والمقاتلين. ان الطلقه الاولى كانت للمنظمه واول جهاد كان للمنظمه، وجنبها كل البطائل الثانيه، بس حماس دائما كانت المعارضه. طيب يا اخويا، شو رايك بحماس اللي خطفت الجندي صليب؟ اها شو مريح والله. اها اخيرا اقنعتك. عمر فتح خطفت جندي. بس انا ما كملت، هذه الالويه اللي خطفته وبعتكم اياها، يعني هو صفقه وانتم بتجسدوها لمصالحكم مش لمصالح الشعب. بعدين خليني اذكرك، رام الله الشرطه اعتقلت جنديا ولا نسيت يا استاذ؟